السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. واشنطن تتخلى عن أربيل والسودان يفرض شروطه. الدعم الدولي انتهى. ملامح انذار جيم انتشار أمني لشرطة بغداد يتسبب بزخم مروري لأسباب مجهولة. توقعات مسبقة لانتخابات كركوك. جماهير مجيرة وإرادة التغيير تصطدم بقوة الكبار. رئيس الجمهورية يصل إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية. اغتيال عضو بارز في التيار الصدري بحي الزيتون جنوب الديوانية. مالية البرلمان ترد على قرار البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية وتخطط لاستضافة المحافظ. استهداف قاعدة حرير في أربيل بطائرة مسيرة. اعتقال 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط والبصرة وديالة. 39 رضيعا يفارقون الحياة نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى الشفاء بغزة. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء كافة مستشفيات غزة. إليكم تفاصيل الأخبار. قال النائب السابق عن جماعة العدل الكردستاني أحمد الحاج رشيد اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 إن تخلي التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم أقليم كردستان جعل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يفرض شروطه على المسؤولين في الأقليم. وبيّن الحاج رشيد في حديث بغداد اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى كانت لديها مجموعة شروط لغرض استمرار الدعم المقدم لأقليم كردستان، منها معالجة ملف التجاوز على حقوق الإنسان وإصلاح الأوضاع الحالية. وأضاف إنه لهذا السبب تراجعت الدول الكبرى عن دعم الأقليم، فجاء قرار محكمة التحكيم الدولي ليسيطر السوداني بعدها على القرارات ويفرض شروطه الكاملة على حكومة الأقليم في ملفات الموازنة والنفط وغيرها، كون الأمر الذي كانت تستند عليه حكومة الأقليم وهو الدعم الدولي وقد انتهى. تشهد شوارع العاصمة بغداد خلال ساعات مساء يوم الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 انتشارا أمنيا ملحوظا دون وجود معلومات كاملة عما يحدث. وقال مراسل بغداد اليوم إن شرطة بغداد مستنفرة في الشوارع وكأنها في حالة انذار جيم في جانبي العاصمة الكرخي والرصافة. وأضاف إن مفارز منتشرة بعدد كبير في الشوارع ما تسببت بتكدس العجلات وحدوث اختناقات مرورية. توقع السياسي التركماني نجاة حسين اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 أن تكون نتائج الانتخابات المحلية المقبلة في محافظة كركوك متقاربة بين الكتل السياسية التي ستشارك فيها. وقال حسين في حديث لبغداد اليوم إن انتخابات مجالس المحافظات في كركوك ستنتهي بنتائج متقاربة بين الكتل والمكونات الثلاث، وبالتالي لن تستطيع أي جهة تشكيل الحكومة المحلية لوحدها. وأضاف إن نتائج الانتخابات ستظفر بها الكتل الكبيرة كون المكونات جيرت ناخبيها وجماهيرها ولن يكون هنالك تغييرا كبيرا. وأشار حسين إلى أن هناك إرادة لتغيير الوجوه، ولكن في الوقت الحالي من الصعب على كتلة أو حزب جديد أن يحقق نتائج كبيرة على مستوى مجلس المحافظة الذي يحتاج جهودا كبيرة. وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية. وذكرت الدائرة العامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت موازين نيوز نسخة منه إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية في مدينة الرياض لبحث الاعتداءات والقصف المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت
وكان باستقبال الرئيس نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، لافتة إلى أن الرئيس يرافقه وفي الضمة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوي مجلس النواب جبار فريح الكناني ووصفي عاصي العبيدي. أفاد مصدر أمني اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 باغتيال أحد أعضاء التيار الصدر البارزين جنوب محافظة الديوانية. وقال المصدر لبغداد اليوم إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على أحد أعضاء التيار الصدري البارزين غيث الدليمي أمام مشتله بحي الزيتون جنوب محافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتله. وأضاف فيما تم تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته من دون ذكر مزيد من التفاصيل. علقت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، فيما أشارت إلى أنها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق. وقال عضو اللجنة مصطفى القرعاوي لبغداد اليوم إن اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج ولمعرفة الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هكذا قرار، وكيف ممكن أن يكون له تأثير على الوضع العراقي الاقتصادي الداخلي. وبين أن هناك تخوفا من استغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الإطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وأثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي أصدرها يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني 2023 فيما يخص السماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج حسم التساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية حول قانونية ودوافع وأهداف هذه الخطوة. أفاد مصدر أمني اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 باستهداف قاعدة حرير في مدينة أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة. وقال المصدر لبغداد اليوم إن طائرة مسيرة استهدفت قبل قليل قاعدة حرير في مدينة أربيل والتي تتواجد فيها قوات عسكرية أمريكية من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها استهداف قاعدة ريميلان تابعة للقوات الأمريكية في سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين، مبينة أنهما أصابت أهدافهما بشكل مباشر. أعلنت قيادة قوات الحدود اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 إلقاء القبض على 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظات البصرة وواسط وديالة. وذكرت القيادة في بيان تلقته بغداد اليوم إنه تمكنت مفارز مركزي شرطة جمرك الشلامشة والشيب التابعين لمديرية شرطة جمرك المنطقة الرابعة من ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة نوع حشيشة مارجوانا ميتادون. وأضافت إن مفارز مركزي شرطة جمرك زرباطية ومندل التابعين لمديرية شرطة جمرك المنطقة الثالثة ضبطت 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال ترياك، وتابعت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 استشهاد 39 رضيعا نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة. وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب قطع الأكسجين، مبينة أن 20 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود، كما أشارت إلى تعرض مستشفى النصر لقصف بشكل مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة
واستهداف الطاقة الشمسية، مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء. وفي وقت سابق من اليوم أكدت مصادر في صحة غزة توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين بمستشفى الشفاء عن العمل، وفقدان مريضين والبقية مهددون بالموت في أي لحظة. وكان مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة قد أطلق اليوم السبت نداء الاستغاثة الأخير، مبينا أن ساعات فقط تفصل المرضى عن الموت. وقال مدير المستشفى: ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما. طالب الجيش الإسرائيلي اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023 بإخلاء كافة مستشفيات غزة من أجل التعامل مع حماس، مشيرا أنه لا يزال عدة آلاف من الأشخاص في باحة مجمع الشفاء الطبي ويجب إجلاءهم. وقال الجيش إن ما لا يقل عن 150 ألف شخص غادروا شمال غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية. يأتي هذا فيما يضيق الجيش الإسرائيلي الحصار منذ فجر اليوم السبت على مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية قولها إن رضيعا توفي بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، بينما توفي 4 مرضى في قسم العناية المركزة لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء. وحسب شهود عيان، استهدفت الدبابات الإسرائيلية بالقذائف طاقما طبيا كان متوجها لتفقد القتلى والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته.